السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي يا فضيلة الشيخ، لو في شخص مسافر عمرة بس هيعدي الأول على الرياض يقعد أسبوع، وبعد كده على المدينة أسبوع، وبعدين يرجع على جدة كام يوم؟ يعني عفوا، نزل الرياض، أيوة، نزل على الرياض الأول هو رايح عمره، نزل الرياض وبعدين ذهب للرياض للمدينة يقعد وبعدين. أسبوع، وبعدين من المدينة هيروح على جدة، طيب كده يحرم من أبيار علي، اي ولا نعم، هيقعد في جدة كام يوم لسه، ولا يحرم من السكن في جدة؟ عفوا، سيجلس في جدة لماذا؟ نعم، عمل يعني في جدة، اشتغل في جدة ولا ايه؟ لا يعني ضيافة عند أخته. هو خارج خصيصا للعمرة، أيوة، هو أول مرة يجي عمرة أصلا. لكن عذرا يعني خارج خصيصا للعمرة، أيوة، اذا يحرم من ابيار علي ويذهب يعتمر ويرجع لاخته يجلس معها كما شاء. طيب، الله جزاك الله يسلمك، خير. الله يبارك فيك.